المرأة المرضع القلق اولا ما خصهاش تقلق، ما يمكنش تاني ما تقلقش لانها كتكون حاملة عاد كتقلق، ياك ما خصهاش القلق اولا ما خصهاش تقلق، الا تقلقت ما تاكلش، تشرب الماء، هذه هي النصيحة المفتاح لا كلي، لان ملي كتقلق راه كتحس بالجنين كيتحرك في 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 في, في البطن ديالها. ثم ثانيا تاكل، نعم المرضع غير حتى المرضع ما خصهاش تقلق، لان تقلق كيمشي ليها الحليب بعد كاع، لان هذيك الادرينالين ملي كتقلق المراه ملي كتكون ترضع وكتقلق خلي ترجعوا للمرضع، خلي ترجعوا نشوفوا الحامل خاصها تاكل كل ما هو اخضر، الخبيزه والكرامب وهذوك الحوايج الخضراء اللي فاي هذوك الاوراق الخضراء، وتاكل السكوم لي زاسبيرج بالفرنسيه، لي زاسبيرج السكوم، هذوك المطارق ديال السكوم اللي كيخرجوهم الناس من الغابه حزيمات كيبيعوهم، المراه الحامل تاكلهم لانهم فيهم حمض الفوليك، سمعوا مزيان النساء وليتو كتاكلوا الشوكولاته الحاملات وتاكلوا الحمص والفول، الغازات غادي يدير لنا الغازات، الا زدتوا عليه الزعتر والحلبه وورق الزيتون ما يديرش الغازات، ملي طيبوا سمعوا مزيان ملي طيبوا اللوبيا والحمص والفول طيبوا معاهم اوراق الزيتون، لوحوا معاهم اوراق الزيتون يطيبوا معاهم ما يديروش لكم الغازات ويطيبوا مزيان. المراه الحامل لازم تاكل الحمص والفول، نفس الشيء المراه المرضع، المراه المرضع تاكل الحمص والفول بكثره، الحمص والفول بكثره، لانه هو يدير الحمص يدير الحليب، والحمص عنده مكونات تساعد حتى الحمل، تساكن تكون طفل، تاكل الحمص والفول في حمض الفول كذلك والحبوب، وتاكل فواكه يعني الاشياء الخضراء، البقوله دابا الخبيزه راه كاينه كل شيء كاين، دابا الربيع هذاك الخشاش ديال الغابه كله جيد، والخضر والسمك والزيت البلديه، وطبعا الفواكه الجافه، المراه الحامل الفواكه الجافه، التمر واللوز والقرقاع والشريحه والزبيب، هادو جيدين للمراه الحامل وما فيها باس، الى يعني يعني ما فيها باس كاع، المراه الحامل ما تخافش من الجوع، الى جاعت ما تخافش من الجوع، ما تخافش من الجوع، المراه الحامل تصوم ما في مشكل، تصوم ما في عندوش. المراه المرضع الان، المراه المرضع خاصها بروتينات، هاد البروتينات هادو كاينين في القطاني، المرأة الحامل تكثر من القطاني الحمص والفول، وكذلك الفواكه الجافة فيها الحديد والفوسفور والكالسيوم كيمشي للحليب، واللحوم السمك، وأحسن شيء الحامل هو الدجاج البلدي بالحلبة، نعاود المرأة المرضع الدجاج البلدي بالحلبة، لأن هي الحلبة تسمات الحلبة لأنها تدر الحليب، لان الحلبه هذه سماوها الحلب، لان هي كتزيد في هذاك هرمون الحليب كترفع لابرولاكتين مزيان وكتولي المراه عند الحليب، والدجاج البلدي عند المراه الحامل بالكرافس والمعدنوس والحلبه لازم تاكلو على الاقل مرتين في الاسبوع، الا زادت ليه السمك مره كافي جدا باش الوزن ديالها يكون جيد ما تنقصش، والوجه ديالها يبقى احمر، والطفل يكون شبعان حليب ما عندوش مشكل من هذه الناحيه. لكن المكونات الاخرى النساء راكم عرفتوا، الا كلتوا الحلويات وهذوك المسائل المكوغطه ديال الشركات، الا كلتوا انتم كترضعوا كيزيد ينقص الحليب، والمراه كتهزل وكيولي عندها انيمي، لان حتى الضراس ديال المراه، الضراس ديال المراه كيمشيو، لان الكالسيوم العظام والاضراس وداك الشيء كيمشيو، لان الكالسيوم كيبدا تاخذهم من الاسنان كيذوبوا لها الاسنان ديالها والاضراس ديالها الا ما كانش كالسيوم. الفواكه الجافه عقلوا مزيان، فواكه جافه والدجاج البلدي، فواكه الجافة والدجاج البلدي.